لو تستعرض تاريخ مصر كله كله من الفراعنة لحد دلوقتي، هتجد دايما البلد دي غنية بتتسرق، فيها حاكم عايش في ملكوته وطايفة من الجند والأمراء عايشين حلاوة، وبقية الشعب بيطحن بس. وده بيبان قوي في الأوبئة، يعني مثلا حمامات حلوان دي كانت في العصر العباسي يروحها السلطان أو الوالي العباسي على مصر هو والجنود عشان يستشفوا، يعني في حمامات حلوان الصحية دي. مش بس كده، ده حتى برضو في العصر العباسي اتولى حكم مصر واحد اسمه كافور الإخشيدي، وكافور ده كان شغال خدام وكان في مزيتة، وبعدين بقى جابوه بقى الدنيا، اديك شايف السيسي، الدنيا الحظ لما هاتي يخلي مش عارف مين ساعاتي. فالمهم الحظ جابه بقى حاكم مصر. فتخيل الراجل ده اول ما تولى حصل في مصر زلزال، فزلزال بقى طاحن، هو اتشائم فاعتزل الناس، وقعد معتزل الناس متضايق، ما هو ناس ماتت بقى في أول وش الخراب. ما خرجش من عزلته إلا لما شاعر حالة منتيشي أرزقي تافه قال له: ما زلزلت مصر من شر يراد بها، ولكنها رقصت من عدله طربا. يعني ده مش زلزال، ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، ولكنها رقصت من عدله طربا. انبسط قوي وطلع ادى للراجل ده 1000 دينار ذهب. تخيل انت، كلام فارغ بس بيجيب فلوس كتير قوي. وده على حد تعبير الاستاذ محمود السعدني يمكن اللي طمع فيه المتنبي، قال لك اذا كان ادى الشاعر تافه 1000 دينار فما بالك انا بقى. ما المتنبي برضو كان أرزقي يعني. المهم خبطوا ببعض. طول تاريخ مصر وحكامها عايشين في حتة والشعب في حتة تانية خالص. حتى في العصر الحديث اللي هتكلم عنه دلوقتي، أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأنظمة الديكتاتورية والعسكرية تحديدا في مصر ممكن تسمع منهم كلام للصبح عن التقشف، عن الجوع، عن شد الحزام، عن أكل ورق الشجر ومش لاقيين ونجيب منين والعبد وسيده على المحطة. إنما ده كلام فارغ، هم نفسهم بيعيشوا حياة أمراء القرون الوسطى، فسح مصايف وأكل مستورد وحياتك دنيا سعادتك حاجة تانية. الموضوع دلع الزعيم، مصيف الزعيم، وده للأمانة موجود زي ما قلت لك في كل زمان، حتى في العصر الحديث قوي. يعني عبد الناصر مثلا كان يحب يقضي الصيف في المعمورة في اسكندرية، وكان ليه فيلا هو وعبد الحكيم عامر أو فيلتين متجاورتين. تعرف إن أنا سمعت أو شفت فيديو والعهد على الراوي إن الفيلا دي بتتأجر النهاردة في اليوم ب$7000؟ فيلا عبد الناصر أو واحدة من فيلا عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، شفت في فيديو كده. الفيلتين دول كان يصيف فيهم عبد الناصر على طول، هو وعبد الحكيم. وكان على فكرة من قبل عبد الناصر، ما عبد الناصر ورث ده منين؟ حتى أيام الملكية كانت الحكومة تروح تقضي الصيف في الإسكندرية، والملك نفس القصة. الشعب بقى يطحن، ده موضوع تاني يعني. فلما ورث الجماعة الصيع بتوع العسكر ورثوا البلد، عملوا زي ما زي الملك وزي اللي كانوا قبلهم بالظبط. اما يجي الصيف 7 و8 واول 9 احنا في المصيف بقى، كلمني هتلاقيني هناك. ده مش بس كده، ده كان بياكلوا اكل مستورد من سويسرا. وده اللي حكى عنه عمرو موسى في مذكراته، ان عبد الناصر لما راح روسيا كان عبد الناصر عنده سكر، فلما راح احد المصحات في موسكو في روسيا الاتحاد السوفيتي زمان، الدكاتره قالوا لازم تخس،
هو كان بيشرب سجاير كتيره جدا، ما كانش بيعرف يمشي على رجله، كان عنده التهاب في رجله رهيب. فقالوا انت لازم تخس وتتعالج من السكر ده، فلازم تعمل دايت، بنسميه دلوقتي دايت. فعشان يعمل دايت كان لازم ياكل اكله معينه. عمرو موسى في مذكراته بيحكي انه هو سكرتير في احدى سفارتنا ربما في السويد او سويسرا، كان بيجي موظف من رئاسه الجمهوريه كل اسبوع ياخد اكل عبد الناصر. ده انا ما قلتش ده من عندي، ارجعوا لمذكرات عمرو موسى. الناس دي كانت قاعده في المصايف يا بيه عادي جدا زي الامراء اللي قبلهم، زي العيله المالكه اللي قبلها. شوف الفيديو ده كده. كان ناصر وعامر لا يفترقان حتى في المصيف بالمعمورة، وكان لهما بيتان مثل بعضهما، بينهما شارع، كان دائما معا سويا، والأولاد أيضا سويا، ويقضون اليوم على البحر أو يتحدثون سويا. اللي أنا قلته أن ناصر كان بيجيب الأكل من سويسرا، تقريبا من سويسرا، قالوا عمرو موسى، وآدي الغلاف هو بتاع مذكرات عمرو موسى كتابية. ولما طلعوا عليه الناصريين كلوه اعتذر، او يعني ابدا ان هو يعني معلش يعني اهو. اذكر ايضا خلال فتره عملي في سفارتنا في بيرن في سويسرا ان الرئيس جمال عبد الناصر كان يهتم بنظام غذائه، ولذلك كان من يخدمونه يرسلون من وقت لاخر من ياتي له باصناف معينه من الطعام الخاص بالرجيم من سويسرا. كانت اشياء بسيطه، وكان ياتي لاحضارها رجل ضخم الجثه، وكنت أنا المسؤول عن تسليمه لها أو تسليمها له هذا الرجل، لأنه لم يطلع بشكل جيد على ما يجري في العالم. كان يصر على أن مصر أكبر دولة وآخر الحاجات دي. يعني ده كلام عمرو موسى. السادات كان نفس القصة، كان بيتفسح في أماكن. السادات كان عنده مشكلة يبدو أنها حاجة شخصية، ما كانش يحب يقعد في مكان واحد. احتمال الناس بتقول انه يمكن عشان هروبه كتير في تاريخه السياسي، فكان يحب يتنقل من مكان، ما يقعدش في حته. فتلاقيه في ميت ابو الكوم، تلاقيه في مقر الرئاسه، تلاقيه في القناطر اللي هي كينج ماريوت والحتت دي، تلاقيه في اسوان في الشتاء، في قصر المنتزه في الصيف. وبرضه كان هو ومراته يستوردوا اكل من بره. مش انا اللي قلت الكلام ده عشان السادتيين، ده الاستاذ المحترم احمد باقي الدين في مذكراته. نشوف صور السادات في المصيف اهو. دي السادات في المصيف، الراجل عادي جدا، الراجل بيصيف. ده بقى يعني اهو، ده اول ما تولى الرئاسه، حتى الحراسه معاه، حتى الحراسه معاه. وكان ليه استراحه السادات في الإسماعيلية على 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 القناة، على شط القناة. كان في فندق زمان اسمه ميركوري، ما اعرفش بقى اسمه ايه دلوقتي، كانت جنبه على طول استراحة السادات دي، وكان يبعت الناس يقولوا الاستراحة دي. ومن استراحة إسماعيلية لكينج ماريوت لأسوان لقصر المنتزه للبيت بتاعه في الجيزة، ما كانش وقت في حتة. برضو كان بيجيبوا نوع من الدقيق خاص عشان السيدة جهان تعمل بيه المكرونة أو تعمل بيه الأكل. أهو أدي الأستاذ أحمد باقي الدين محاوراتي مع السادات، وبيقول في الكتاب ده أنه كانوا أهو. وأشارت السادات نبدأ من الأول، تناولت الغذاء مع الرئيس وحرمه مائدة عامرة بالنسبة لثلاث أشخاص فقط. وأشارت السيدة جهان السادات إلى أن طاجن مكرونة، وقالت لي تصور أنه لا يريد أن يغير الأرنب المسلوق أبدا. هذه المكرونة أحضرناها خصيصا من الخارج لأنها مصنوعة من السليلوز، أي أنها صناعية ليس فيها أي دقيق أو نشا أو أي مادة غذائية، وهي لذيذة جدا، ومع ذلك رفض أن يتذوقها. وقلت أنا مستعد أن أكل الطاجن كله. السادات ما كانش يأكل غير المسلوق، بس لأهل بيته يجيبوا المكرونة من بره. أما مبارك فكان ده دنيا سعادتك تانية بقى، لأن مبارك هو اللي أضاف لاستراحات الرئاسة حاجة تانية بقى. يعني في برج العرب كان موجود من أيام الملك كمان، لكن مبارك ضاف بقى شرم الشيخ. مبارك قعد 10 سنين الأخيرين من حياته مش بس مصيف والحاجات، لا في شرم، يا برج العرب يا في شرم. وهناك بيقول له استراحة أو قصر رهيب جدا،
وبرضه كان ينزه نفسه، ويقال انه كان بيشتري بدله من امريكا. ادي مبارك في المصيف وعربيه الجولف، الدنيا يعني الدنيا حلوه، الدنيا ربيع والجو بديع، ممكن بقى تعمل زي ما انت عايز بعدها. لكن من كتابيه برضو عمرو موسى بيقول ان مبارك كان بيتسوق البدل من امريكا اهو. في مره ثانيه كنا في زياره الولايات المتحده وفوجئت بيه يقول هتعمل ايه يوم الحد؟ قلت له هلف في المحلات من الصبح. قال خلاص هطلع شوبينج معك. وقلت له حاضر، وحددنا موعد الانطلاق. طلبت تخفيف الموكب نسبيا لاننا سنذهب الى منطقه تجاريه، ودخلنا محل جيمز ومش عارف ايه. صاحب المحل كان يشبه علي مبارك، وكأنه يقول شفت الراجل ده فين قبل كده. أرحته من التفكير وقلت له هذا هو الرئيس مبارك. الراجل صاحب المحل بيقول شفت الراجل على حسني مبارك، شفته فين؟ فقال له هذا الرئيس مبارك، ولا بد أن تعمل خصما لهذا الزائر الكبير لمحلك. وبالفعل أعطانا الرجل خصما وصل لنحو 40%. اشترى الرئيس بدلتين وعدد من القمصان والجوارب ورابطات العنق وحذائين، وأنا اشتريت مثلهم تقريبا. وبعد أن خرجنا عدنا للمحل للحصول على أربطة مجانية للأحذية طبقا لاقتراحي. مبارك كان شخص ظريف وله قفشات، أنه كان يقول على رئيس وزراء إسرائيل إلى ندى نتنياهو، وبيقول برضو كان يقول عليها دي بوصة ولبسوها بقت عروسة. كان يحب الأكل جدا، وعندما نذهب للمائدة يقول أنتوا عارفين ما بحبش أكل، بيهزر يعني، وبرغم ذلك يأكل بشهية مفتوحة جدا. وبعد الأكل نضحك ونقول له يا سيادة الرئيس أنت ليه خففت في الأكل النهاردة. لكن للأمانة مبارك أول ما بدأ حكمه كان بيرتدي بدلة كده صيفي كانت مشهورة للموظفين وقتها، بدلة كده مش بدلة يعني، بنطلون شبه وهي بنص كم أو بكم. يعني لما تشوف صور مبارك الأولانية هتلاقيه كان لبسه بسيط فعلا، لدرجة أن بعض الناس كانوا بيتريقوا على طريقة لبس مبارك، كانت شبه الموظفين في الحكومة. لكن بعد كده، ده كان أول 15 أو 10 سنين، بعد كده الدنيا اتغيرت. زي ما قلت لك مصنع الأصنام طبعا بقى في النزاهة وفي الحاجات دي، عدي بقى جالكوا بقى، بص جالكوا الوحش، وحش الأصول الرئاسية، وحش الساعات الأوميجا، وحش الطيارات، وحش العجل آخر موديل، وحش المصيف بتاعه بقى مش كابينة أو شاليه زي عبد الناصر والسادات ومبارك، لا ده مصيف يا بيه قصور، وما بيقعدش زي السادات وعبد الناصر ومبارك فترة 15-20 يوم، ده الراجل بيقعد من 60-90 يوم في مدينة كاملة على البحر هو وحكومته، آكل شارب نايم على حساب صاحب المخل. كل ده في مدينة هو عملها لنفسه والقلاديشو العالمين الجديدة، فخر إنجازاته للنخبة ولقارة الجند ومجتمع الصفوة العالمين الجديدة. حاجة جامدة قوي اهي، مش بقى كابينة زي عبد الناصر ولا مش عارف مبارك، لا يا معلم ده الراجل عامل مدينة كاملة. لا ومش بس كده، وتسخر إمكانيات الدولة عشان يعملوا برنامج حفلات طول الصيف في العالمين. عايزين هنقعد طول الوقت قدام التلفزيون يعني، بعد البحر هنقضيها قدام التلفزيون، عندنا برنامج ترفيهي في كل المطربين طول الصيف طول الصيف. وعشان بس نغزي العين رشة ملح كده من شوية من الشعب اللي هم مش الشعب برضو، اللي هم الأغنياء قوي ييجوا برضو يبقوا معانا. ما احنا هنلعب ناس، عايزين ناس نلعبها. اه والله زي بقولك كده ميخيل أفندي، فنجيب ناس كده تبقى ايه، نبقى واقفين من آيس كريم حد واقف جنبنا مصري. من هناك السيسي ونظامه بياخدوا قرارات في ايه بقى؟
في التقشف. اه والله بياخدوا قرارات للشعب في التقشف، وشهم محروق من شمس العالمين، وهناك بيستقبلوا الزعماء والرؤساء، وبرضه بناخد قرارات في التقشف في الكهرباء والغاز والميه. نتفرج كده على ادي شعبيه السيسي. اتفرج يا عم اهو اهو. يا عيني علي علي توفيق الدقن والله، يا عيني علي ده من هناك. ومن هناك بقى جاب هو الاديشو برضو حكومة جلالة الملك، جابهم وقال لهم تعالوا بقى وقعدوا معانا. انا عايز اعرف هو هنا كان بيشاور لمين؟ ارجع 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 كمل. او بيشاور لحد بيقول له ارجع ورا يا حيوان يا حيوان. بص بص امشي كده هتلاقي واحد سبقه، حد من الجماهير الكمبارسات يعني سبقه كده، فهتلاقيه شاور له بايده كده يقول له ارجع ورا يا حيوان يا كلب. ابص بص ارجع ورا يا كلب، انت ايه هتنسى نفسك؟ يا عيني علي. المهم بقى جاب هو الاديشو مدبولي على خالع عبد الغفار، وطبعا القمصان اللينن البيضة انتشرت، ودلوقتي سعرها غلي قوي لان طقم الوزراء بالحراسه بتاعتهم ضرب الاطقم اللينن البيضة، وطالعين بقى وشهم محروق من الشمس لانهم كانوا بيحضروا فعاليات مهرجان العالمين. اتفرج. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية بمدينة العالمين الجديدة، وأجرى مدبولي جولة موسعة في المنطقة الترفيهية للمهرجان، حيث تفقد عددا من الملاعب الرياضية لمتابعة الأنشطة والفعاليات والمسابقات المتنوعة التي تتم بها. نبعت لهم بقى، نبعت لهم فقرات ترفيهيه. امال ما هو الوزير من دول واخد الطقم، المدام والاولاد والحراسه ومدير مكتبه والحاجات دي، فهيقعدوا. ما الناس دي بتشقى برضو يا جماعه، الناس دي بتعرق في الهواء والميه والبحر. يعني انت فاكر دي ايه؟ دي سهله؟ سهله انك انت تقعد 3 4 ساعات في الميه وتاكل سمك مشوي وسنجاري مش سهله. الحكومة كمان تعقد اجتماعها في المقر الصيف في العالمين اهو اهو يا ريس. هو مفيش مانع طالما حاطين السان بلوك عادي نلبس القمصان والبدل بعدها عادي يعني. يعني مش انتوا دهنين دي جسمك يا اولاد بالسان بلوك؟ خلاص مش هتسلخ يعني. وكل الجمال والحلاوة دي على حساب صاحب المحل، زي ما قلت لك اللي صاحب المحل هو الشعب. ويطلع وزير المالية يكلمنا من العالمين يقول لك انك انت الممول الاول للنعمه اللي احنا فيها دي، او النعمه او الختمه الشريفه. الله وكيل، الثروه والعز اللي احنا فيه ده انت اللي مولته، فمتشكرين قوي. اسمع، احنا بنوعد ان احنا هيبقى في وضوح كامل للرؤيه، هيبقى في استقرار جدا في الاوضاع الماليه، وهيبقى في وضوح كامل لحقوقه، وهياخدها هياخدها وهياخد خدمه مقابل ان هو زي ما قلت الممول الاساسي لكل اللي احنا شايفينه دوت. فهو النهارده شريك وليس ممول بالمعنى التقليدي، عايزين نحوله من ممول لشريك، هو يحس ان هو شريك، وعايزينه يحس ان احنا وراه، وعايزينه يكبر ويتوسع. فده محتاج برضو منا قدر من الخدمات المختلفه. فهمت؟ انت الممول بقى، انت اللي دافع ثمن المصايف انت اللي دافع الفواتير يعني. طبعا طب ساعتك معلش يعني، اذا كان الممول ده مش محتاج نفحه برضو، مش ندي نفحه للممول ده اللي هو يا عم بلاش شريك دي، احنا ناس غلابه ماشيين جنب الحيط، انت بس ادينا نفحه من الحته دي يعني، يوم في المصيف، اكله سمك تبعتها لنا من هنا، اي حاجه، اي احنا عايزين الشمسيه، ابعت الكرسي البلاستيك الابيض. لا مش هيحصل مش هيحصل. ولا دي مش انا اللي بقولها والله، ده وزير المالية برضو خرج يقول لك اوعى تفكر في حزم اجتماعية جديدة، اوعى يا راجل. اهو وزير المالية، لا دراسة لطرح حزم حماية اجتماعية جديدة في الوقت الراهن، مش هيحصل مش هنعمل، ما تفكرش. طب فلوس التنمية اللي مخليها العالمين بتلالي جمال وجودة، يعني كتر الانوار فيها بالليل، ليه مش واصل لبقيه مصر؟ ليه بتقولوا للشعب
ونبع شعب بالله عليك وحياة النعمة اللي احنا فيها دي ما تولعش غير لمبتين. وزارة الكهرباء تطلب من المواطنين المحلات بقى فصل الطيارة عن اليوفط نهارا والاعتماد على لمبتين في المنزل. لمبتين كفاية، لمبتين. ما انتوا شايفين الشقة اللي احنا قاعدين فيه، مش احنا شركة؟ احنا شقيانين في العالمين 90-60 يوم والله ما بننام، لان الصبح اصلي بحر وبتاعه، بالليل فيه فقرات فنية، فمش انا مش لاقين ساعة نرتاح فيها. ما تقعدش بقى تتكلم كتير كده، لانك الحقيقة حتى كوباية المية وشوية الامن دول مش من حقوقك. لا مش من حقوقك. محمود فوزي فاكره اللي تعين وزير لأنه بكى، ياما فريد لطرش بكى، ياما عبد الحليم بكى، ما خدوش حاجة من البكى بتاع، ياما أمينة رزق بكت ما خدتش بطولة مرة واحدة. محمود فوزي طلع بكى بقى وزير، طلع قالك بقى الصرف الصحي وحقوق الإنسان. اتفضل يا بيه. أقول إن المياه النظيفة من حقوق الإنسان، هقول إن الحياة الآمنة والبيئة الآمنة من حقوق الإنسان، هقول إن أنت ما تقدرش تتحرك في ملفات كتيرة جدا من غير يعني من غير حقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق بيئية. النهاردة يعني كنا بنتكلم عن يعني وصل الكلام لحد السحابة السوداء وتأثيرها على الصحة، مياه الصرف، مياه الشرب ومدى نقائها وارتباطها بتقدم أعمال الصرف الصحي، كل دي من يعني كل دي من حقوق الإنسان. مالي انت فاكر ان احنا قاعدين لك نايمين على ودنا؟ والله وحياة العوامات اللي احنا نازلين بيها دي، احنا بنفكر فيك لنا. طب احب الفت نظر بقى مدبولي والاخ محمود فوزي المنحنح ده والسيسي اللي قاعدين في ميغة فلوس التنمية بتاعت جنة العالمين الجديدة، ان في ناس في مدينة ساحلية برضو اسمها الغردقة مقطوع عنهم المية من اسبوعين، وبيشتروا المية باسعار خيالية. مش مصدق. اتفضل. يا جماعه في حاجه غريبه جدا بتحصل في مدينه الغردقه السياحيه. انا حاليا بكلمكم من مدينه الغردقه، وشعب الغردقه بيمر مرحله صعبه جدا جدا، الميه مقطوعه عليهم اكتر من 10 ايام. محافظ البحر الاحمر قال لهم ان طن الميه ب 60 جنيه، طن الميه دلوقتي وصل سعره 600 جنيه، ولما بيروحوا للتاجر يقول محافظ البحر الاحمر 1600 جنيه، قال لهم هو ب 600 جنيه واذا عندكم تشتروا اشتروا. الناس فعلا مش عارفه تعيش بدون ميه، حياه صعبه جدا جدا جدا. السلام عليكم. وانا بالنسبه لمدينه الغردقه، الغردقه ليها حوالي 10 ايام او 15 يوم مفيش ميه في البلد، الميه تيجي يوم خمسه لا، اللي يلحق يعبي الخزان بتاع العماره بتاعته ولا البيت بتاعه يلحق، واللي ما يلحقش يروح يشتري ميه من محطات التحليه. اما عربيات الميه بقى اللي بتحمل ميه حدث ولا حرج، النهارده طن الميه في الغردقه ب 500 جنيه بتوع عربيات الميه، طن الميه بتاخدوه من محطات التحليه ب 25 جنيه بيتبيعوه ب 500 جنيه، يا شويه معدوم الضمير. ده بالنسبه لبتوع عربيات الميه. اما بقى بالنسبه الجماعه بتوع شركه المياه اللي في البحر الاحمر اللي ليهم 10 ايام مش عارفين يصلحوا كسر في الطريق بمحط من طريق كريمات تقريبا او حاجه زي كده، انا عايز افهم يعني ايه كسر ماسوره ميه ليكم 10 ايام ولا 15 يوم شغالين تصلحوا فيه؟ فين اداره الازمات في المحافظه؟ فين المحافظ لما بلد سياحيه زي دي ما يكونش فيها ميه 15 يوم بتروح تشتري طن الميه ب 500 جنيه؟ انا مش عارف استثمار ايه اللي عايزينه في الغردقه، ومحافظ يطلع يروح يبص على الطرق. يا جدعان في ايه يا جدعان؟ كل واحد يشوف شغله. ماسوره ميه مش عارفين يصلحوا. طالما احنا في العيب اللي هناك ده، خد عندك راس غارب برضو عندها مشكله في المايه، وكان عندي فيديو ما رضيتش ازيعه لان اللي بعته لي طلع في الفيديو قال لي الله يخليك ما تزيعش الفيديو ده. في راس غارب نفس القصه. خلينا سيبك من العيب ده، نروح الناحيه الثانيه في الغرب. هو مش في العالمين السيسي هو والحكومه بتاعته بالتيشيرتات والقمصان والحاجات دي؟ خش بقى جنب العالمين كده مدينه مطروح، الناس مش لاقيه مايه برضو وبتتذل عشان يشتروها. اتفضل. محدش يجي مصيف مطروح السنه دي يا جماعه، في ازمه ميه بقى لها فتره كبيره جدا، والاهالي عماله تستغيث ومفيش حد بيتحرك ولا اي حاجه، الناس مش لاقيه تشرب، مش لاقيه حتى تغسل هدومها ولا اي حاجه، ومفيش حد بيتحرك حتى الان. انت هتيجي هتلاقي يعني حتى هتيجي من البحر مش هتعرف تتشطف ولا هتعرف تلاقي ميه، هتضطر تنزل تشتري ميه عشان تتحرك او تعمل اي حاجه. فالموضوع بقى صعب جدا ومفيش حد بيتحرك ومحدش عارف المشكله فين. يا ريت لو حد من المسؤولين بيسمع الفيديو ده عشان محدش يتضرر في مرسى مطروح بسبب قله الميه دي، ما اكيد كله هيقول لبعضه ان مفيش ميه، فالصيف هيبقى مضروب. يا ريت نحل مشكله الميه دي في اسرع وقت عشان الناس بتعاني. والله ما ينفعش الكلام. يعني انا مش فاهم يا جماعه انتوا بتشتغلوا مين ولا بتعملوا ايه ولا بتكذبوا على مين؟ يعني انا نفسي مسؤول محترم في شركه الميه يطلع يقول لنا ايه المشكله،
يعني يطلع حتى يعني يعبر الناس ويقول ايه المشكله. لكن ان انت تقعد تنزل في جداول مهوهميه وتبين للمسؤول الاعلى منك ان كل حاجه تمام والدنيا تمام والناس هم المفتريين، يعني ما ينفعش. يعني انتوا بتخبوا عقول ناس برضو، وفي ناس بتفهم وفي ناس عندها عقل. لما الاقي جدول وهمي كل يوم نازل والناس تقعد يعني تستنى الميه، يعني كل يوم نقعد نستنى الميه، ده النهارده الجدول عندنا هنقعد نستنى الميه وما بتجيش الميه. فانتوا بتشتغلوا مين يعني؟ رئيس شركة المية بمطروح طلع اعترف بالمشكلة وقال انه بيبيع عربية المية ب 600 جنيه قطاع خاص، ملوش دعوة بيه، اللي بيبيع المية كده ملوش دعوة بيه، بس في مشكلة في المية. الموضوع على طول احنا معاك، مفيش مشكله كبار، بس مفيش مشكله. حضرتك قلت لي ان انت من مطروح ومن عاشق مطروح وعارفه ظروف مطروح. اتفضل. مطروح في الصيف احنا النهارده عندنا 1,000,000 مواطن، معدل سكان مطروح بدون الصيف 260,000. ان شاء الله بكون في الشتاء ما بقاش عندنا مشكله. حاليا عندي 1,000,000 مواطن في مشروع في مطروح. كميه الميه اللي موجوده عندي فيها عجز فعلا، يعني كميه الميه اللي عندي مش كافيه الناس، ففعلا في عجز. احنا ما ننكرش وما بنخبيش حاجه، لان الشركه فيها 3,000 موظف كلهم من ابناء مطروح. انا لو عطل عندي موتور واحد كل الدنيا بتعرف، لو عربيه عطلت كل الناس بتعرف، فما عندناش حاجه نخبيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه فعلا المنطقه فيها تطور سريع جدا جدا في منطقه غرب الضبعه وراس الحكمه والقرى السياحيه كلها، من الساحل الشمالي من مارينا وانت جايه المطروح او من بوابه الحمام لحد مطروح، فتطور سريع. المنطقه كلها شكلا بتتغير، ففي التطور السريع ده كله ما عايز ميه. يعني القرى السياحيه اللي كان عنده متر فاضي بيبنيه كله عايز ميه. القرى السياحيه حضرتك الصيف ده او الصيف اللي فات كان عندي 4,000,000 مواطن في الساحل الشمالي و2 مليون مواطن جوه مدينه مطروح. النهارده مطروح فيها 1,000,000. كل حاجه في مطروح عليها توابير. سعر العربيه دلوقتي بيتراوح بين كام وكام؟ العربيه ال10 طن توصيل لحد البيت بسيارات الشركه 80 جنيه، وده الشركه مدعومه من قبل المؤسسه المحليه. امال ال 500 والارقام دي بتبقى نتيجه ايه؟ لا دي قطاع خاص انا ماليش سيطره عليه، انا مسؤول عن سيارات الشركه. سيبك من الساحل كله ومن الغردقه وراس غارب يا راجل، ده انت قلت طلع السيسي من كام شهر وقال لك انه خلاص كان في مشكله ميه في مطروح وخلصناها وعملنا محطات تحليه. السيسي نفسه اهو. في مشكله في مطروح، في مطروح ميه شرب؟ لا، لان احنا عملنا محطات ميه تكفي محافظه مطروح او مدينه مطروح والتطورات اللي بتتم فيها. عنده جراءه في الكذب، عنده شجاعه في الكذب. بص الشجاعه اللي عنده وهو بيكذب ما كانتش عند صلاح الدين الايوبي، مع ان صلاح الدين الايوبي ما كانش كذاب، بس عنده بجاحه في حلنا المشكله. ده الكلام ده من فتره. سيبك من الغردقه ومطروح والمدن دي، خلينا في الدلتا بقى، في الوادي، البحيره الناس بتصرخ فيها مش لاقي ميه. اسمع السؤال ده يا عبد الفتاح. فين ربنا ناس تعديات ب 500 لتر والماء قطع علينا، النخله شغاله على الفاضي يا ريس. فين ربنا؟ فين الميه في النيل يا سيسي؟ فين الميه يا ابني؟ مش شغاله ميه على الفاضي، تعديات ب 500 لتر وقرار ايزان مش عارفين ننفذوه، مش عارفين ننفذ قرار ايزان. فين الميه في النيل يا ريس اللي انت بتدافع عليه؟ انت بتدافع عن النيل يا ريس؟ فين النيل اللي جاي لنا؟ يا سيسي الحمد معانا قرار ايزان، معانا اثنين قرار ايزان، قرار ايزان المحافظ البحاري وقرار ايزان من ري، مش عارفين ننفذوه عشان الوصايا الخلاصة. المشكلة مش عند محافظ مطروح ولا عند محافظ جنوب سيناء ولا عند محافظ أي حد ولا عند وزير. الخلاصة علقوها في رقبة اللي ضيع النيل، ومحدش ضيع النيل غير عبد الفتاح السيسي لما وقع على اتفاقية الخرطوم مع أثيوبيا والسودان في 2015. ده قولا واحدا، ده الخلاصة. لأن الناس زحمة قوي كده، 4,000,000 في الساحل الشمالي. ايه 4,000,000 يعني؟ ايه 4,000,000؟ ولا شيء. المشكلة مش في الأربعة مليون اللي راحوا الساحل الشمالي، ولا في المليون اللي موجودين في مطروح، ولا في 500,000 أو 1,000,000 برضو اللي راحوا الغردقة. المشكلة في النيل اللي ضاع. الراجل ده ضيع البلد، ضيع النيل، ضيع الجنيه، ضيع الشعب،
والاخر هو بيبلبط في العالمين. عرفت وصدقت وامنت بقى ان العالم عالمين حرفيا، عالم السيسي ونخبته والدلع بتاعهم رفاهيتهم، وعالم الشعب المقهور المظلوم اللي بيدفع من جيبه تمن نور العالمين، تمن النور الجميل، اللي بيدفع من جيبه تمن الفقرات الترفيهية اللي معمولة لمدة الصيف كله عشان السادة الوزراء اللي هناك. اللي بيدفع ده عايش في الفقر، في الضلمة، في الجوع، في العطش، في الحرمان، في الأسعار الخرافية قوي، ويطلعوا في الآخر إعلاميين وكلهم زي ابن عاصم الشاعر اللي قال لكافور الإخشيدي: ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، ولكنها رقصت من عدله طربا. الرجل ابن عاصم قال الجملتين دول، خد 1000 دينار ذهب. إنما دول بقى قالوا الجملتين دول من 10 سنين، والنهاردة عايشين في الذهب وبس. إنما الشعب اللي بيدفع تمن كل دول ولا حاجة. هي دي المعادلة مع الأسف طول تاريخ مصر. اللي فاهم غير كده يبقى غبي أو يبقى مغفل.